قال له سطوة شوفوا كندا شو عم سووا فينا، شوفوا شو عم سووا اللي بده يجي على الدولة الأوروبية. هي أنا بسوريا بتموت وهون وزن الحياة عم بطفوا أولادهم من إيديهم، عم بطفوا أولادهم وما بيقدروا ياكلوا ولا شيء. اخوان اخوات، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. اهلا وسهلا مرحبا بكم من جديد. نعم الاخوان، كيف شفتوا معايا في هذا الفيديو، نزع 4 أطفال من عائله سوريه في كندا. هذا الشيء راه طرا في كندا، ماشي كيف كيقولوا شي وحدين الاخوان في السويد. نو حيت اذا ركزتوا على الاخر ديال الفيديو غادي تسمعوا لواحد الوليد كينطق باللغه الفرنسيه. هذا الشيء الاخوان مؤكد باللي طرا في كندا، وهذه الاسره اللي نزعوا منها 4 الاطفال راه عائله سوريه. نعم الاخوان، هذا الشيء كثر بزاف منكم غادي تقولوا باللي هذا الشيء كثر، خصنا نخويو هاد البلدان، خصنا نرجعوا للبلدان ديالنا، هاد الناس غاديين غير على العائلات المسلمه، وزيد 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 وزيد، كل واحد شنو كيقول، ولكن حتى واحد ما عارف الاسباب. هذا هو المشكل، خصنا نركزوا على الاسباب، خصنا نركزوا على القوانين اللي كاينين في هاد الدول اللي حنا عايشين فيهم. بزاف منا كنجيو بهذيك الكولتوره ديالنا، داكشي اللي كبرنا عليه ولا داكشي اللي كنعيشوه في البلدان ديالنا. نو الاخوان، نو، باش ما نطيحوش في هاد المشاكل هادو خصنا نعرفوا القوانين شنو كيقولوا فيما يخص هاد القضيه ديال القاصرين، حمايه الاطفال. هنا في اوروبا كاينين قوانين اولاد عمامي. نعم على داكشي شي مرات ملي كنقولوا لكم باللي الوليدات ديالنا ماشي ديالنا، راه كنتكلموا على هاد القوانين. نعم ولد عمي، اذا ما قدرتيش تكلف بالوليدات ديالك راه من حقهم يحيدوهم ليك. كاين اللي غادي يقول لك نو، ماشي من حقهم، يطرى اللي يطرى، الوليدات خصهم يكونوا مع العائلات ديالهم. نو ولد عمي، نو ولد عمي، خصك تركز على القانون شنو كيقول هنا، والاسباب اللي يقدروا يجعلوا هاد الناس يحيدوا لك الوليدات، داكشي اللي خصك تركز عليه. اما داكشي ديال هاد الناس غير كيحيدوا الوليدات العائلات المسلمه، ما متفقش معكم. هاد السيد اللي كيتكلم معكم جايب في هاد الدوله اللي سميتها اسبانيا اكثر من 25 سنه، عمر ما عرفت شي عائله مغربيه ولا من الاصول عربيه حيدوا ليها الوليدات ديالها، عمر ما سمعت. اسبان سمعنا وكنعرفوا اسبان اللي حيدوا ليهم الوليدات ديالهم، بلا ولاد عمامي. هذيك القضيه باللي راه كيحيدوا غير المسلمين، هذه غير نساوها. اما اذا كتركزوا ليا على هذوك الناس اللي كيطلعوا في المواقع التواصل الاجتماعي كيشرحوا لينا غير داكشي اللي بغاو، نو نو ولاد عمامي، نو، ما تديوش على داكشي اللي كيشرحوا لكم، حيت اغلبيا منهم ما كيشرحوا لكم حتى 2% من داكشي اللي طرا بالضبط. نعم نقدر نقول لكم باللي 99% من هادوك الناس اللي كنسمعوا لهم في المواقع التواصل الاجتماعي راه ما كيحكيوش لينا الحقيقه الكامله. بعدا ملي كيطلعوا خصهم يديروا واحد الحاجه، يشرحوا للناس الاسباب ولا يقربوا شويه للحقيقه. علاش؟ باش هذوك اللي كيتفرجوا فيهم يتعلموا. نعم خصهم ينصحوا الناس باش ما يطيحوش في هذاك المشكل اللي طاحوا فيه هما، ولا باش ما يطيحوش في هذاك الغلط اللي طاحوا فيه نقولوا هما. هادشي اللي خصهم يديروا. علاش كنقول لكم هكا؟ حيت انا هذا الموضوع الاخوان صراحه ولا هاد المواضيع ما كيعجبنيش نتكلم عليهم، حيت كيف قلت لكم الراي ديالي مختلف على الراي ديالكم، ولا مختلف على الاراء ديال الاغلبيه منكم. الراي ديال ولاد عمامي باش تفهموني مزيان، تقريبا بحال الراي ديال هاد الشخص اللي غادي تسمعوا ليه دابا. مرحبا،
عندي سؤال صغير بخصوص الموضوع مال، يقول لك والله احنا ما نهاجر وما نطلع لان دا ياخذون اطفالنا من عندنا، خصوصا بكندا. ها يعني احنا بدنا نسولف على غرب البلدان. زين، كنا احنا عندنا قرايب مهاجرين برا، شو ما حد اخذوا اطفاله؟ ليش التعميم؟ ليش ما نقول ان اكو حالات شاذه صارت بها اشكالات معينه، الخطا قد يكون من الاهل او من حكومه دوله معينه غير كندا وليست كندا، وربما صار اكو هيك اشكال. ولكن مال لا والله انت لكونك عربي تطلع اخذوا اطفالك 100%، ماكو خريط، كان الناس كلها ما طلعت. زين انتوا هسه ما عندكم قرايب برا، ما عندكم اهل، ما عندكم ناس، اكيد عندكم، ليش ما اخذوا قرايبهم؟ جاوبني بالتعليقات، ليش ما اخذوا قرايبهم؟ انتظر جوابكم. يلا خلينا نشوف كم واحد بالفيديو هذا اللي يعلقون بيه عنده قرايب برا واخذوا منه اطفاله. خلي مباوع ليش وشنو الفيلم، نترقى. الراي ديالي تقريبا بحال الراي ديال هذا الشخص. نعم الاخوان، اخر حاله سمعنا عليها الاخوان هنا في اسبانيا هي ديال واحد السيده، نعم، اللي حيدوا ليها الحضانه، ولا حيدوا الحضانه لبنتها في السبيطار. ولكن هذه السيده ملي طلعت في مواقع التواصل الاجتماعي كتحكي لنا شويه القصه، صراحه السيده ما طلعتش باش تنصح الناس ولا تعاود لهم الحقيقه، طلعت باش تقول لهم، ولا طلعت باش توصل الكلمه ديالها للمسؤولين الاسبان. نو ده هو الغلط. حتى دوك الناس اللي كانوا في هذاك اللايف حتى شي واحد ما فهم شنو طرا بالضبط، رغم ان كلشي باين القضيه كان فيها العنف. نعم البنت ديالها الاخوان، نعم، كانت كتعنف من طرف الراجل ديالها حتى ملي كانت حاملة. كيف هي كيف بنتها كانوا متفقين انهم يحيدوا لهم الحضانة، هذه الاولى كانوا متفقين، غير على حسب ما كتعاود هذيك السيدة قالتك نعم حنا كنا متفقين، ولكن كنت هضرت معهم ووعدوني ان الحضانة ديال الحفيدة ديالي نتكلف بها انا، ولكن النهار اللي ولدات بنتها تراجعوا على الكلام ديالهم وحيدوا لهم هذيك البنيته. السيده قالتك نو ما يمكنش. كيفاش ما يمكنش؟ كنتكلموا على العنف، كنتكلموا باللي نتوما كنتو متفقين، وكنتكلموا باللي وعدوك. نعم وعدوك، ولكن واش غير وعدوك هكا بالكلام، ولا القضيه كان دخل فيها محامي، القضاء كان عندي داكشي فيرمي، ولا لا؟ هذا هو السؤال الاول. ثانيا قلتك تراجعوا على الكلام ديالهم حيت لقاو باللي البنت ديالها باقا نقولوا معها في شهاده السكن، باقا عايشه معها. اذا حنا كنحيدوا الحضانه لبنتك وبغيتيها انت، ولكن هاد البنت باقي عايشه معك، ما يمكنش، حيت حنا بغينا نبعدو الام على الطفل ديالها ملي باقي معك في شهاده السكنه. شكون اللي كيضمن حنا باللي هذيك البنت ما غاديش تعيش معك ولا ما غاديش تقرب لهذيك البنيته؟ حتى شي واحد. لا قلت لهم باللي نعم البنت ديالي غادي تمشي تقلب على السكن بلاصه اخرى، نو هادو غير اقوال، هادو غير قلت لهم قالوا لي. بحال هاد المسائل خصنا نطرقوا لهم قبل ما يوقع داكشي اللي وقع، خص قبل نقلبوا على شي محامي او يدخل في هاد القضيه، ولا هاد القضيه خص يدخل فيها القضاء. القضاء هو اللي خص يمنح لينا الحضانه ديال الحفيده ديالنا، ماشي حتى يوقع شنو يوقع ترجعوا على الكلام ديالهم ولا على الوعود ديالهم، حيدوا لينا داك البنيته عاد نمشي عند المحامي عاد نبدا نجري. نو على داكشي اللي قلت لكم الاخوان، اغلبيا من هاد الناس اللي كيطلعوا في مواقع التواصل الاجتماعي راه ما كيشرحوش لينا الحقيقه، كيشرحوا داكشي اللي باغين هما نسمعوا ولا باش الناس تعاطف معهم. نعم انا متفق معكم الاخوان، متفق معكم، الوليدات ما غاديش يكونوا في شي بلاصه احسن من
الاباء ديالهم، هذه متفقين. ولكن كيف قلت لكم الاخوان، هنا كاين قانون، القانون باين وواضح، راه حنا اللي غافلين عليه. مثل صغير، مثل صغير اللي يقدر الاخوان يجعل هاد الناس يحيدوا لك الوليدات ديالك. ما نتكلموش على العنف، نو نو نو. بزاف منا، بزاف منا شي مره كنخليو الوليدات بوحديتهم، كنقولوا نمشي غير 5 دقائق، غير 2 دقائق، ننزل نجيب غير الخبز ولا غير الماء من السوبر اللي حدا الدار. كيبان لك هادشي راه شي حاجه عاديه. تخيل معايا غير في هادوك الدقائق يوقع شي حاجه، الجيران يسمعوا لهذاك الوليد كيبكي كيغوت، المهم ويعيطوا للبوليس، مشكله. اما اذا دخلنا في القضيه ديال العنف، كضرب سميتو وليداتك، ولا العنف ما بين الطرف، نقول ما بين الزوجين، القضيه ديال المخدرات والغواط والصداع ديما والروينة الكحلاء، ولا نقول لك يعطيو لينا شي مساعدات من السيرفيس السوسياليست، ولا كنعيشوا بالمساعده ديال السيرفيس السوسياليست، وزيد وزيد، وفي نفس الوقت ما كنطلعوش الوليدات ديالنا، كيمشيو موسخين للمدرسه، ما كيمشيوش لابسين مزيان، ما واكلينش مزيان، وعاد كنزيدو نقول ما كنراقبوش لا التمارين ديالهم لا حتى شي حاجه، ما كيمشيوش للمدرسه نسقيو مره مره، ما كيمشيوش للاجتماعات، زيدو 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 زيد. راه ساهل باش يتدخل السيرفيس السوسياليست ويحيدوا لك هذوك الوليدات، حيت هذيك المساعده اللي كيعطيوك راه كيعطيوها لك على الوليدات ماشي عليك انت. شنو كيطرا في هاد الحالات؟ كيحيدوا لك هذوك الوليدات، حيت هذيك المساعده كيعطيوها الوليدات، وكيقولوا لك انت كبير امشي دبر على راسك، حنا هذوك المساعده كنعطيها للوليدات، الوليدات غادي نديهم في السنترو ولا نعطيوهم لشي عائله اخرى، انت دبر على راساتك. هادشي اللي كاين الاخوان، كاين كيف قلت لكم اسباب اللي نتوما تقدر تشوفوها الاخوان، تافهه تافهه تافهه. على هادشي شي مره كنسمعوا بزاف ديال الناس كيحيدوا من الوليدات، كيخرجوا كيقولوا باللي راه حيدوا لينا الوليدات لاسباب تافهه، ولا شي اسباب نقولوا ماشي مقنعه. ولكن اولاد عم ماشي مقنعه عندك انت، ولا انت كيبانوا لك باللي ماشي مقنعه، حيت انت جيتي من واحد الدوله اللي مولفين العنف في المدرسه في الجامع في الدار، المهم داكشي عادي. هنا نو، هنا ماشي عادي ولاد عمامي، هنا ماشي عادي. على داكشي ملي كيوقع شي حاجه هكا نحاولوا ننصحوا الناس كثر، هذوك العائلات اللي يلاه كيوصلوا لهاد البلدان باش يعرفوا شنو كاين، باش ما يطيحوش في المشاكل. بالا ولاد عمامي كنتمنوا الخير ان شاء الله، الله يحمينا الاخوان من هاد المصايب، الله يخلينا الوليدات ديالنا. واذا لاحظت واحد الحاجه الاخوان، اغلبيه ديال هاد العائلات اللي كنسمعوا عليهم في المانيا في السويد دابا في كندا، كنشوفوا باللي عائلات سوريه، بالي كنتكلموا على اغلبيه منهم لاجئين، نخليها هنا. المهم الاخوان ما نطولش عليكم بزاف، الاراء ديالكم الاخوان كيف قلت لكم كل واحد عنده الراي ديالو، والاراء كتحترم، تقدروا نناقشوا ولكن بكل احترام. حطيتكم شنو هو الراي ديالي في هذا الشيء، ما غاديش نقول لكم اللي راه ما كاينش اغلاط، نعم كاينين اغلاط، نعم شي مره نعم كيحيدوا الوليدات يقدر يكون بدون اسباب، ولكن الاخوان موي ديفيسيل موي رار والغون كاسو، اغلبيا كاينين اسباب الاخوان، اغلبيا ديال المرات راه كاينين اسباب. هادشي اللي كان الاخوان، تحياتي لكم، شكرا لكم، حتى شي فيديو اخر ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.